بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم وصلنا لسوره الليل من صف العباقره الصف الثاني كبار، وصلنا معهم الى سوره الليل رقم الايه 14. هيا يا اطفال نردد سويه، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى. والآن نختم بهذا القدر، كل يوم إن شاء الله نحفظ آية أو آيتان. الآن نريد منكم المراجعة وقراءتها وأنتم في الصلاة حتى ترسخ في أذهانكم، تمام يا أطفال؟ تمام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أراكم غدا إن شاء الله، بارك الله بكم.